بسم الله الرحمن الرحيم. درس انتقاء الألوان. عزيزي الفنان الصغير، يمكننا سحب أي لون من صورة مرسومة واستخدامه في رسم أو تلوين أشكال أخرى، ولتنفيذ ذلك نتبع التالي. نضغط على أداة انتقاء الألوان، هذه هي الأداة. نتحرك إلى اللوحة، نلاحظ تغير مؤشر الفأرة إلى أداة انتقاء الألوان. نضغط على هذا اللون الذي نريد سحبه بالضغط على الزر الأيسر للفأرة. نلاحظ تغير اللون الأمامي إلى هذا اللون، لون المقدمة. نضغط على أداة انتقاء الألوان مرة أخرى ونتحرك، مثلا نريد أن نسحب هذا اللون بالضغط على الزر الأيسر، يتغير لون الاثنين إلى اللون الذي قمنا بسحبه. يمكننا استخدام هذه الألوان المنتقاة في تلوين أشكال مختلفة.